هي دي لان الحب بيتغير والحب بيقل، يعني نسبه الخيانه الزوجيه دي نسبتها اكبر في العلاقات الزوجيه اللي بتكون عن حب. لا هي مش اكتر، هي 40%. 40% نسبه كبيره برضه، ده غير ما هي 40% نسبه كبيره قوي. بس 60% راحوا فين؟ لا اصل دول بيحبوا بعض، فازاي تخون بعد ما بالظبط المفروض ان العاطفه بتتغير دي خلاص بقى، اللي هي استغنى عنه ولا هو يستغنى عنه؟ العاطفه بتتغير، مش في خيانه اصلا. اتمنى ان احنا نبقى بعيد عن المواضيع دي. ده غير ان 75% من الناس اللي اتجوزوا عن حب اتمنوا ان ده ما كانش يحصل، ويا ريت اللي حصل يا ريت ما حبنا بعض اصلا. في بقى معانا خبر على السوشيال ميديا وهو بيتكلم عن مسلسل سابع جار اللي انا تقريبا انتوا كمان بتحبوه، كلنا كنا بنتفرج عليه. بيقول ان الناس